مع وضعية أخونا محمد رمزي حمزة، تعرفوها الوضعية وشفتوها الناس الكل وتفاعلتوا معها، بارك الله فيكم ويرحم والديكم. تفاعل إيجابي كان في الفيسبوك وكملناها كملوه جماعة الفيسبوك مشكورين بفتح حساب جاري، هذه كانت تحت رغبة ناس جماعة الفيسبوك باش الناس تعاون من داخل تونس او خارجها. هاو باش نذكروا احنا بالارقام هذه، وما عسانا الا باش نقول لكم الدال على الخير كفاعله. حتى لو ما تقدروش باش تعاونوا، ما يسالش بارتاجي وعملوا تعليق، سيبوا علينا من الناس المرضى اللي معناها نفوسها ماذا نقولوا ربي يهديهم، اللي عاون بارك الله فيه حتى بالنشر، واللي عاون باللي كتب من ربي بارك الله فيه زاد، واللي ما يعاون زاد بارك الله فيه. عاونونا شويه بعض النفوس المريضه، عاونونا شويه بسكاتهم على الاقل. وهذا تذكير بالرقم الريب. بارك الله فيك خويا رمزي، تحب تقول حاجه؟ نشكر الناس الكل يرحم والديكم، ونشكركم برشا برشا برشا، بالاخص الجروب اف اس ان دي اف.